حتى عندهم كان لو فيو مازال ما خرجش لي جور لي ميم اللي خرج فيه انا مع بداية الاستقرار في منحنى الإصابة بالفيروس التاجي اخترنا مرافقة الطبيب مراد إلى منزل أول عائد من القيد الاستشفائي، وهو أول من أصيب في ولاية تسمسيلة أواسط الشهر المنقضي. انتبه عبد القادر علي باي متأخرا عند وصوله إلى الجزائر قادما من أوروبا إلى التهديد الذي كان يحمله بعد اكتشافه أن أحد رفاقه انتقلت إليه العدوى. دخل السبيطار زعما بدون بلا صحة نفسية ما تكونش مليحة، لأنه علاه تبدا تخمم عديت بالك عديت والديك بالك عديت ولادك بالك تدي ناس وخد اخرين. انا هذا مسكين اللي دخل اللي عديته جداني للسبيطار لحظه وصلني من الدار للسبيطار 15 يوم من ورا يدخل، معناتها ما سلمت عليه ما خمسلومه، معناتها مش ميكروب عادي، لازم الانسان يحافظ على روحه، لازم دير الحجر الصحي تاعك في داركم، ما تتصلش بالناس، ما تخمش كي تروح تشري بعد، خلي المسافه هذيك سينو تلوم روحك، ولا لا ضريت انت معليش بصح لا ضريت وخد اخرين راك تلوم روحك بزاف كاع، ماهيش حاجه سهله. عائله عبد القادر هي قدوه جيده، التزمت بعزل افرادها عن المجتمع وجنبت بذلك حالات اصابه جديده. هذه هي اول حاله شفاء يعني تم تسجيلها في عبر تراب الولايه، وهذا يعني هذا فخر يعني الطاقم الطبي والشبه الطبي اللي كان ساهر على هذه الحالات، يعني تمكنوا من العدوى ما مشاتش في البيت. لماذا؟ لان العائله احترمت هذه القواعد الصحيه، وهذا حاجه يعني كبيره بزاف. اداره المخاطر الناجمه عن الفيروس والتوصل الى نتائج ايجابيه من دون تنامي الوعي بالمسؤوليه قد يبدو مستحيلا. مسافه الامان هي الفارق بين الموت أو الاستمرار في الحياة.